بس اطلع بقول لك ثاني ثاني وبرجع. لو اجينا اكسرسايز A بيج 32 صفحة 32 في الورك بوك بيحكي لنا write C for countable, U for uncountable and B for both. هسا C يعني countable اسم غير اسم معدود, U for uncountable للاسم المعدود, B for both. بعض الاسماء ممكن تيجي استخدمها على الجهتين تمام حسب موقعها في الجملة. نبلش نيجي ل meet اللي هي يو. ليش حطينا يو؟ يعني uncountable noun. الميت لحمة كلحمة ما بقدر امسكها واعد اجزائها تمام؟ نيجي للميلك. ميلك uncountable noun لانه liquid سائل. زي ما شرحنا ووضحنا قبل انه الميلك هي uncountable noun لانها سائل liquid. chairs chairs اللي هي الكراسي بعتبرها countable. ليش؟ لانه انا لما احكي one chair two chairs three chairs بقدر احط قبليها رقم يعني بقدر اعدها so it's countable now. نيجي pencils. pencils هي اقلام الرصاص. اقلام الرصاص نفس الشيء نفس chairs. لما احكي one pencil two pencils three pencils بقدر احط قبليها رقم يعني بقدر اعدها so it's countable now. نيجي ل friends. friends نفس الشيء اصدقاء. الاصدقاء بقدر اعدهم لما احكي one friend two friends three friends four friends نفس الشيء countable now بقدر اعدها. books books اللي هي الكتب the same thing بقدر اعدها فسو بستخدم لها c يعني countable now. beans beans اللي هي الحبوب. الحبوب نفس الشيء بقدر اعدها so it's countable nouns. time time هو الوقت. هسا الوقت حسب time كtime ككلمة time تيجي عندي uncountable ولكن هسا time بيتضمن عندي اللي هو hours بيتضمن عندي minutes so لما احكي one hour three hours four hours في هاي الحالة اجت عندي countable تمام. كذلك الأمر للminutes. minutes يعني دقائق. لما أحكي one minute two minutes three minutes في هاي الحالة اجت عندي countable so أنا بقدر أستخدمها على الجهتين فبحط B يعني both. نيجي لكلمة bread. bread هي خبز زي ما وضحنا قبل. البريد من الأسماء الـ uncountable nouns يعني اسم غير معدود سو بكتب يو. fingers fingers هي الاصابع. الاصابع هون هي اسم معدود تمام سو لما احكي one finger two fingers three fingers اذا هي countable nouns. هون عندنا طبعا خطا مطبعي طالع عندنا اللي هي فلازم نحط c countable noun. نيجي لكلمه sugar. sugar معناها سكر والسكر من الاسماء اللي اجزائها جدا صغيره لا يمكن عدها so it's uncountable noun. نيجي للهير. هير معناها شعر. هسا ليش حطينا بوقف عند كلمه هير؟ يعني مثلا هسا الشعر بقدر اعمله خصل تمام so لما بدي اجي اعد الخصل هون في هاي الحاله بتيجي عندي countable بينما هير كهير كشعر كمان نفس الشيء بيجي في حال uncountable noun. نيجي لكلمة butter. butter اللي هي الزبدة. الزبدة هي uncountable noun تمام؟ لا يمكن عدها أجزاءها جدا صغيرة زي ما وضحنا قبل. jam jam اللي هو المربى تمام؟ so أنا ما بحكي عن العلبة نفسها، أنا بحكي عن المربى، أوكي؟ بما إنه liquid سائل إذا لا يمكن عده uncountable noun. نيجي للفش. الفش نفس الشيء. الفش ممكن استخدمها countable ممكن استخدمها uncountable noun حسب موقعها في الجملة لأنه الفش تحتمل أكثر من معنى تمام؟ ففش ممكن تيجي بمعنى سمكة ممكن تيجي بمعنى صيد so فحسب موقعها في الجملة بقدر استخدمها both على الجهتين. أوكي؟ لهون بيكون
واضح الاكسرسايز. So you should have homework. بدي اعطيكم homework حتى تعملوه، اللي هو exercise A في صفحة 60 بالكتاب الملون بالستودنت بوك. exercise A بدي اختار الاسم المناسب احطه في الجملة لحتى اعرف بموقع هون اجا countable uncountable. طبعا في عندي بقدر اربط بين كلمات معينة موجودة عندي في الاكسرسايز، بقدر اربطها واحطها عندي. سو هذا التمرين لازم تحلوه، خذوا وقتكم فيه، حلوه لحالكم. في حال اي شيء غير موضح بقدر استقبل الاسئله، بقدر استقبل الاستفسارات من اي حدا، عادي انا ما عندي مشكله، رح ابدي استعدادي باذن الله.